In Lebanon, women are breaking out of traditional economic roles and, with a little help, reviving traditional skills to shape their own futures. فنحن خبازين ملة سميد سمينا هلا سكرية جدايت الفاكي. أنا ست بيت بالأساس وبشتغل بمهنة سجاد الفاكي. أساس ما في بلد تانية بيعملها، بس ضيعتنا اللي هي دار قانون راس العين، وإلا قصة هيدي. لما كانوا يروحوا أهل دار قانون القديمين كانوا يروحوا على الحج، كانوا اخترعوا هيدي الخبزة من الشغلات الموجودة عندهم، زراعة اللي هن بيزرعوها، إذا أكلوا منها تعطيهم طاقة لجسمهم وبنفس الوقت ما بتتعبهم. يعني نحن ابتدينا بالتعاونية سنة 2005، كنا 12 ست. هلأ بسنة 2015 نحن 23 ست بالتعاونية، فعمال منشتغل مع بعض لحتالي كمان نخلي عدد أكبر من هذه الستات نستوعبهم داخل التعاونية، وكمان نعمم الفائدة على الكل. ومش بقصد فائدة مادية بس، بالعكس فائدة معنا، يعني إنه يكون في شكل من التواصل بيننا وبين الناس التانية لحتالي نجمعها معنا ونكون كلنا أسرة واحدة وعين واحدة بهيدي التعاونية. نحن عملنا كتعاونية هو من أهم الشغلات في إنه نحافظ على تراثنا وعلى الشيء التقليدي. صار يتم تعاون بكل الشغلات، يعني الكل منتشارك العمل، الكل منتشارك بالقرارات. لأنه شغلة كتير صعب، فكانت الناس بلشت إنه تبطل تشتغلها بالضيعة، بينما نحن لما رجعنا بالتعاونية صرنا نشتغلها، كل أهل الضيعة صاروا يرجعوا ياخدوها منا يوصونا عليها. ونحن حاطين بكم محل من ضمنهم محل منا، مؤسسة عامل. دور المرأة بلبنان صار إنه دور في تشاركية أكثر، في عمل أكثر، في بعض المساواة، بس ما وصلنا للمرحلة الكاملة. بعتبر نفسي عنصر فعال بهيدا المجتمع، ماني عايشة على الهامش أو تابع، مع احترامي يعني للمجتمع الذكوري. وبدل ما نضلنا نقول وراء كل رجل عظيم امرأة، خليها تكون حد وتحط إيدها بإيده ويمشوا مع بعض وينجحوا مع بعض. وأنا بتمنى، يعني أنا إن شاء الله عم بشتغل إنه كون أكتر من هيك، بس عمالي بشتغل لأثبت نفسي ولحتالي بالآخر كون قدوة لأولادي ولمجتمعي. الشغل اللي بشتغله أنا إله كتير علاقة بالطبيعة. الصوف منجيبه، المواد الأولية منجيبها من الطبيعة. في شغلات كمان بالنسبة للصبيغ منجيبها من الطبيعة. بلشت فيها صار لي 35 سنة. بالوقت اللي تعلمتها كان في جيراني عندهم ناول. بيت أنا وبنتهم رفقة نفس العمر، نجي لعندهم على البيت نلاقي الحياكات قايمين، نقعد نصير نتعلم كيف نقطب.
هاي أنا تعلمتها يعني من دون ما حدا يعلمني إياها، بس بعدين بالنسبة للتنشيط وللغاز أمي علمتني إياها. دور المجتمع، دور المرأة بالمجتمع كبير كتير. النسوان هي اللي تشتغل وهي اللي فاتحة البيوت، يعني تعلم أولادها. أنا وقت اللي بلشت وصرت أشتغل على طول، الحمد لله رب العالمين سترتني ببيتي أنا وولادي، ما خلتنا نحتاج لحدا. أجمل مرحلة هي وقت وقت حيكي، وخاصة إذا كنا ست حياكات كثير حلوين، سوالف وضحك وهيك، حلوين كلهم حلوين. وقت اللي بتخلص الشغلة وشوفها هيك كثير مبسوطة كثير بنبسط فيها، وبرجع بتمنى إني أعمل أحلى منها كمان، بتعطيني دافع لحتى إني أعمل أحلى منها. بالنسبة للصوف ضمن الحماة منظمة برعاية البلدية اللي موجودة عندنا. وقت اجت حماة صارت تحدد لهم المطارح انه هاي المنطقة ما لازم تفوتوا عليها، يرعوا فيها ما يرعوا عشوائيا. وخلت اصحابين الارض اللي عندهم ارض يضمنوها للرعيان، يجوا السواح حملها عنا على المنطقه. بالنسبه للسداج انه يصير له طلب، يجوا بس بيخلونا نصير عندنا مورد اقتصادي بنعيش من وراه. هلا بالوقت الحاضر عم نول، مثل هالايام كان عندي عملت دوره ل 30 امراه سوريات ولبنانيات. كلهم عملوا دورة بالنسبة للشغل السداج من بدايته لنهايته. قلنا نحن منطقة مشتركة مختلطة، إسلام ومسيحية عايشين كل رواق، نحن نتعلم منهم هم بيتعلموا منا. إذا واحد وقع بمشكلة العالم كلها بتغور بتساعد وبتساهم الجو حلو عنا هوني. الكبار اللي كانوا يشتغلوا وقفوا لأنه صاروا تعبانين، بس حابين ان شاء الله انه نرجع اذا وضلينا بهمتنا نقويها خليها تستمر.